أبرز الأدوات التي سهلت عملية حلاقة الشعر: الموس أو شفرة الحلاقة والمقص. قبل ذلك قام الإنسان القديم بالحلاقة عبر الحرق، ثم عبر السكاكين الحجرية، ومن ثم السكاكين المعدنية. أول مقص اكتشف في مصر استخدمه الفراعنة، وهو لا يشبه المقص الحالي، والذي يعود اختراعه إلى الإنجليزي روبرت هينشليف عام 1761، ويقال أن ليوناردو دافنشي هو مخترع المقص الأول. من أدوات تسريح الشعر المشط، وأول مشط اكتشف في سوريا قبل 10,000 سنة، مصنوع من العظم ومزخرف، وكان يستعمل لتسليك الألياف وتنظيف الجلود. أبرز مواد التجميل التي استخدمها الإنسان القديم الكحل والحناء، فقد استخدم الفراعنة الكحل لإبعاد قوى الشر، واستخدموا شمع العسل لترطيب البشرة، والنحاس والرصاص والمرمر واللوز المحروق والرماد كأصبغة للتزيين. وفي عام 300 للميلاد استخدم الحناء في الهند لصباغة الشعر مع أشكال معقدة يتم رسمها على اليدين والقدمين قبل الزفاف، كما استخدم الحناء أيضا في بعض ثقافات شمال أفريقيا. في القرن 21 انتشر التجميل بشكل كبير، حتى أصبح شيئا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، فقد بلغ حجم المبيعات العالمية في مستحضرات التجميل عام 2010 170 مليار دولار، 40 مليار منها في الأمريكتين، و60 مليار في أوروبا، و60 مليار في أستراليا وآسيا، و10 مليارات في أفريقيا. ووصل رقم المبيعات العالمية عام 2015 إلى أكثر من 210 مليارات، وقد تراجع هذا الرقم حاليا بسبب الكورونا. حرفة الحلاقة والتجميل من أقدم الحرف، والتي تطورت من حيث الأدوات والمواد والأفكار والأذواق، والمؤكد أنها ستبقى من أولى الحرف الإنسانية طالما أن الإنسان سيظل يبحث عن النظافة والجمال والنضارة. ماذا تدرس طالبة الصف الثاني عشر في حرفة الحلاقة؟ المدرسة هناء سعد الدين، المدرسة سعاد عبد الله، اختصاص حلاقة وتجميل. أنا بعطي صف الثالث الثانوي بكالوريا هيدي المهنة. طبعا مثل ما شايفين هدول هن طلابنا، نحن مندرسهم لمده 3 سنوات بتضمن 10 و11 وبكالوريا. طبعا نحن منهاج البكالوريا عنا بيتضمن قصات، طبعا القصات هي قصات الفاشن، قصات الايمو، قصات التطريف والتشفير، بالاضافه لهم ناسيون الشنيونات مثل ما كن شايفين هلا منهاجهم. هلا عنا نحن شنيونات بتطبق الطالبه في موديلات، 5 موديلات تقريبا تطلع من عنا بدرجة إتقان، إنه فيها تطبق العروس، مضافة لتركيب الطرحة، تركيب التاج، الإكسسوارات اللازمة لهذا الموديل. بالإضافة لإلون إحنا في عند منا مادة اسمها مادة المعالجة الكيميائية للشعر الدائم، يعني بتلاحظوا إنه هلأ دارجة موضة الشعر السبل والشعر الجعد. في ناس كتير بتحب تغير اللوك تبعيتها، فبتحب بتعمل شعرها بدل ما يكون سبل تعمله جعد، وهذا بتسبب لها مشاكل كتير مؤرقة. فنحن مثل ما كنا ملاحظين في هلأ الموضة دارجة الكرياتين، الكريستال، البروتين والجلاد. طبعا نحن نعطيها فكرة للطالبة عنا وتطبقها بمدارسنا، بالإضافة للبرمنات كمان اللي بتحول الشعر السبل لشعر أجعد. طبعا هيدا البرمنات كمان نفس المشكلة، بتكون الصبية مو حابة شعر السبل فبتحب تغير الموديل تبعيتها. طبعا نحن بهيدي المواد الكيميائية يعني فيكم تقولوا انه هي خطيرة شوي على الجسم، نحن بنحاول قدر الامكان انه نحن نعطي توعية صحية للطالبة انه كيف تقدر تستعملها، في حال استعملتها بالصالون، في حال استخدمتها بالبيت، في حال حبت تطبقها لحدا من معارفها، انه تتبع الطرق الصحية لها، مثل استخدام الكفوف، استخدام الكمامة، عدم الاقتراب من اي مادة كيميائية بدون ما تعرف مصدرها الكيميائي من وين مصنعة، بالاضافة انه تحافظ كمان على الزبونة الموجودة عند منا. في لنا شروط نحن صحية للزبونة وقت منطبق لها، انه نحن لازم نراعيها وقت نطبق هيدي القصص كلياتها. كمان للمحافظة على الشعر الدائم انه فترة اطول ممكنة، كمان نحن نعطيها كل هالقصص هاي اثناء الدرس النظري ويرفقه مع التطبيق العملي. طبعا التطبيق العملي له شروط نظامية صحية منطبقها اثناء هيدي التطبيق، بتاخذ الطالبة عنا علامات ودرجات لها. فنحن عنا بكل تمرين من تماريننا تطبق الطالب وبياخذ درجة على تطبيقه. طبعا بنهاية العام الدراسي نحن بنعمل لهم امتحانات، بتكون امتحانة شهادة بكالوريا معترف عليها من قبل وزارة التربية،
وبناء عليه في امتحان نظري امتحان عملي. الامتحان النظري يتم بقاعات الوزارة مثل أي طالب شهادة بكالوريا، والامتحانات العملية تتم في قاعات الحلاقة الموجودة ضمن المدرسة بإشراف المدرسات المختصين ضمن هاي المهنة. طبعا بعد منه بيتخرج الطالب عند منه وفي يفوت أي مجال هو حابه بتسمح له فيه وزارة التربية. طبعا مهنتنا كتير حلوة وكتير مطلوبة بكل المجتمعات وبكل البلاد، لأنه مجتمع التجميل والحلاقة أي سيدة بتحب تطور نفسها، فنحن وقت ارتقينا بهيدي المهنة لنرتقي فيها للأعلى. طالبنا بهيدا المجال صراحة ما معه غير شهادة بكالوريا حلاقة. نسبة للدول المجاورة وللدول الأوروبية في جامعة، في معاهد خاصة بتدرس معاهد تجميل وحلاقة لمدة 4 سنوات أو 3 سنوات أو 2 سنين حتى. نحن هون عنا بسوريا نفتقر لهذا الشيء. نحن بنتمنى من وزارتنا أنه هي تألف مناهج جديدة، تعمل جامعة خاصة فيهم. طبعا في جامعة خاصة بمنطقة الحواش بحمص للتجميل فقط. نحن بنأمل أنه هي تكون تابعة لوزارة التربية، يعني لطالبنا لحتى يقدر يصير أكاديمي في حال يوازي بمستوى الدول الأوروبية والدول المجاورة. نحن بنتمنى من وزارتنا انه تفتح مجالات اوسع لطلابنا بمجال التعليم العالي والمعاهد المتوسطه لحتى يقدر الطالب يكمل اكاديميا المهنه لانه يرتقي فيها بشكل اوسع ومتطور اكثر.
مرحبا، أنا الطالبة سيدرا باكير، ثالث ثانوي، بدرس حلاقة وتجميل بسعاد العبد الله. أنا كثير بحب مهنتي وبتمنى يكون لها فروع. هلا عم بعمل الشنيون العالي مرتفع، وهو عبارة عن ضفرات بننفشها ومنعلقها بالشعر عشان تعطي الشنيون يعني لعروس أو لشيء يعني إنه هيك شيء سهرة منيحة. بنثبتها بالشطالات والإنفيزي ومنكمل الشعر قدام الغرة والصوالف هيك، ومنركب الطرحة والتاج، هيك بنكون خالصين العروس. أنا الطالبة راما الحريري من مدرسة سعاد العبد الله، ثالث ثانوي، بدرس حلاقة وتجميل. عم نعمل الشنيون المرتفع، مهنة كتير حلوة، بتمنى من سيادة الوزير إنه يفتح لنا فروع بهي المهنة، يطبع لنا كتب نظامية تكون إلنا، لأنه نحن هلا من صف العاشر والحادي عشر والبكالوريا، نحن كنا عم ننسخ الكتب نحنا او نكتبها كلياتنا على دفاترنا مشان نحسن نحتفظ بالمعلومه او تضل معنا. بتمنى من سيادته انه يعمل لنا كتب، والمواد النظريه اللي نحن اللي عم ناخذها ما بتتضمن ابدا شيء اسمه حلاقه. الانجليزي عم ناخذ فيه خياطه. أنا الطالبة علاء سليمان من صف الحادي عشر، بدرس مدرسة سعاد العبد الله. هلأ اليوم عم نشتغل سشوار الوافي. أول شيء منقسم الشعر، وبعدين منسشور الخصلة، منحط الكريم مشان جمالية الشعر يعني، وبعدين نستعمل فرشاية الحديد لأنه هي بتحفز الحرارة وبتساعد إنه تلف الخصلة أكثر. منحميها بالسشوار، منحطها على الحامي أول شيء، بعدين منحطه البارد مشان تحتفظ الشعر بالحرارة، وبعدين منلفها فبتطلع بهالشكل هاد واللي هو الوافي. أنا بحب هالشغلة كتير يعني، من صغري كانت هوايتي هالشغلة، وطلعت لي بالتاسع إني فوت فنون، وسجلت بهالمدرسة كهواية لإلي، حطيتها رغبتي الأولى وقبلوني فيها وفتت. وبحب الحلاقة كتير والتجميل كمان، ويعني من صغري أنا كنت أحب أني أكون كوافيرة مثلاً، وبحلم أني أفتح صالوني الخاص فيني وهيك. أنا اسمي إيناس شما، بدرس بمدرسة سعاد العبد الله، حبيت هالمهنة وحبيت أن أدخل بمهنة الحلاقة والتجميل. ما في سبب أنه ليش بدأت بهالمهنة، بس أنه إخواتي، في عندي أختين تنتين بدرسوا بهاي المدرسة، فحبيت أنه أدخل بنفس المجال مشان نفتح صالون سوا نحن اثنين، وبحب الحلاقة أكثر من التجميل. وأنا رؤى جقمور، بدرس مدرسة سعاد عبد الله، فت هالمهنة لأنه بحبها، وأنا هوايتي من أنا وصغيرة أنه بحب هالشغلة وبحب أشتغل فيها، وبدي طور حالي فيها أنه مشان مع الأيام أفتح صالون وأشتغل فيه.
مر تصفيف الشعر عبر التاريخ بمحطات وقصات متنوعة ومتميزة، المادة القادمة تبين لنا ذلك. تاريخ تصفيف الشعر القديم 2000 قبل الميلاد، الشعر المجدود 1750 قبل الميلاد، تصفيفة الشيخة الهندية المياو، غطاء الرأس الصيني. القرن التاسع قبل الميلاد، تصفيفة العقدة. القرن السابع قبل الميلاد، تصفيفة بدون شعر مفرود. القرن الثالث قبل الميلاد، عقدة القمة. القرن الأول قبل الميلاد، تسريحة قرص الشعر. القرن السابع، تسريحة الكعكة الساقطة. القرن التاسع، ذيل الحصان المرتفع. القرن العاشر، جز شعر الرأس. القرن الثالث عشر، الذؤابة، تسريحة الحلقة. القرن الرابع عشر، تسريحة أيون جيون ميوري. القرن الرابع عشر، تسريحة قرون الرأس. القرن الخامس عشر، تسريحة قرون الكعكة. القرن الخامس عشر، تصفيفة شعر الموهوك. القرن السادس عشر، اللحية المتشعبة. 1645، تصفيفة الضفيرة. ضفائر الهيمبا، ضفائر الماساي. القرن السابع عشر، تسريحة شيمادا اليابانية للعناية بالشعر. القرن السابع عشر، ربطة شعر مصارع السومو الياباني. القرن السابع عشر، تسريحة كوكب الفراشة. القرن السابع عشر، الباروكة. القرن السابع عشر، تسريحة هارلو بيرلو العجيبة. القرن الثامن عشر، تسريحة الوسادة الفرنسية. القرن الثامن عشر، الشعر المستعار. القرن التاسع عشر، عقدة أبولو. القرن التاسع عشر، تسريحة لورد داندريري ذات الشعر الجانبي. عام 2015، قصة الجانب المقطوع.